حلو حلو كتير. سينما بمصر قلتي لي وانت ممثله بمصر وراح تنباسي، يعني في ممثل راح يبوسك راح يبوس مرتي؟ يا سلام، اشرحي لي بيلا ما فهمت. هلا لا تجنني، شوفي يا شو بصير، يعني بدك يعني يتحجب؟ لك انا ما قلت لك تحجبي، بالعكس. لك يا سيدي انت ممثله ونجمه وانا قبلان وكل شيء تمام ورضيان، ما عندي مشكله، والله ما عندي مشكله، بس هي قصه انه حدا يبوس مرتي مو ظابطه معي، يعني مستحيل، عرفتي؟ مستحيل. يكون بعلمك انا وقعت العقد وراح اكون شريكه بالانتاج، فلا تضيع لي مستقبلي. ما حضيع لك شيء، وبالعكس انا كنت دعمك ولساتني دعمك، وقد ما بدك بدعمك بهذا الطريق طالما انت اخترتيه وتحملي مسؤوليته. وانت اخترتي، انت اخترتي الطلاق بهالقصه، شيء ناسبك ما ناسبني. لك يخرب بيت قلبك عن جد، انت مصيفه؟ يعني مو انت قلتي لي تعال نعطي بعض فرصه وانت حتتغيري ما تتغيري؟ ولك لسه ما سخنت تحتك، رجعتي سيلا اللي بدها بوسه وبدها نجوميه وبدها جنان؟ رجعتي؟ والحل؟ الحل مو عندي ولا عندك، الحل عند وليد. وليد؟ مين هذا وليد؟ اعطيتك تعرفي لوليد هلا ما هيك؟ وليد، وليد، وليد الموظف اللي عندي بالشركه، عرفتي؟ بنروح انا وياكي لعنده وبنعمل توقيع مشان الوكاله بالقصر العدلي، بيعمل المخالعه بيني وبينك وخلصنا. هيك؟ بالبساطه؟ ايه، واكثر من البساطه. شو فيك؟ وانا وحقوقي؟ حقوقك قلتي لي؟ كانوا حقوقي؟ بدك متقدم ومتاخر يعني، ولا تكون بدك الفيلا؟ انا حقوق لك سيلا، انت بتعرفي وانا بعرف كثير منيح انك اخذي اكثر من حقوقك بكثير. والله خجلان احكي معك على الحكي، بس انت ما كان عندك شيء. شو كان عندك؟ بيت صار عندك بيت، سياره ما كان عندك صار عندك سياره، شركه انتاج صار عندك، رصيد بالبنك صار عندك، وشاي تقلي لي حقوقي فوق؟ اجنب لهالدرجه انا؟ خلص نجيب، خلص خلص، ما عاد بدي اسمعش. لا بخلص، لا بخلص. لازم تعرفي انه انا الضحيه هون، انا الضحيه هون مو انت، وبكفي تجدي على حالك مو علي. انا ما بتمروا علي القصص، انت بتعرفي كثير منيح. شو كنت انا بالنسبه لك؟ كريدت كارد وفلس، خلاص فنش انتهى، ما عاد ممكن يضيف له شيء الواحد. حتى لو كنت وديعة بنك سحبت فيها، خلصنا خلصنا، فهمتي هاي؟ خلصنا. فيني اخذ غراضي؟ انت ما بدك هلا، اذا بدك